السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، ما رح طول عليكم. موضوعنا اليوم صراحة كتير مهم، وهي مشكلة جديدة عم تظهر بجوجل أدسنس في بعض الدول، تمام، وأغلبها دول أوروبية، وممكن تظهر بالدول العربية، تمام، بنفس الطريقة. المشكلة هي بتتضمن مثل مكتوب عندكم هون، تفرجوا، مكتوب هون OR شخطة EA ها شخطة 1-0، عفوا 0-1، تمام. هاي المشكلة أنا كيف صارت معي؟ بعد ما أنا وصلني رمز البين كود، كنت بعت لهم أنا صورة إقامتي ومزبط لهم أمور، وبعتوا لي بين كود والأمور كلها تمام، يعني ما في أي مشاكل عندي. جيت دخلت البين كود، قال لي البين كود تفعل عندك. بعد ما قال لي البين كود تفعل عندك، فتت بدي حط أضيف طريقة حساب لحسابي، بتفاجأ بهي الرسالة يلي عم تظهر عندي. حورجيكم أنا هلأ الموضوع، حورجيكم كيف عم تظهر عندي هي الرسالة، تمام. فبتفاجأ بهذا الموضوع بصراحة أنا، أنه يعني ظهرت عندي هي الرسالة، أنه شو هي، وحاطين لي مثل ما كن شايفين، يعني هلأ بتشوفوا أنت بالفيديو، حاطين لي أنه معلق الحساب، معلق، وحاطين لي كلمة اتصال. كل ما أكبس على كلمة اتصال يحولني على صفحة فيها مثل خدمات جوجل، يعني انه هي اذا كان عندك هاي مشكله في هي المشكله، اذا كان فيها مشكله فيه. بس ما في حل، يعني ما في حل. فبصراحه الموضوع كتير شوشني وكتير وجع لي راسي يعني. فانا تقصت على الموضوع وتراسلت مع شركه جوجل وتراسلت مع شركه يوتيوب، تمام. بتشكر شركه يوتيوب وبتشكر شركه جوجل على دعمهم، وبصراحه يعني تواصلت معهم وكانوا متعاونين كتير وحلوا لي المشكله بفضل رب العالمين ومشي الحال. فأنا اليوم رح أورجيكم التجربة يلي أنا مريت فيها بهذا الموضوع بالنسبة لتفعيل حساب جوجل أدسنس بعد ما تفعله أنت وتخلص كل شيء. على 24 بدك تضيف إضافة طريقة دفع، بس تجي لتضيف إضافة طريقة دفع حورجيكم هلأ شو المشكلة يلي بيعطيكم إياها وشو بيقلكم، تمام. وبنفس الوقت رح قلكم شو هو الحل، كيف تعملوا خطوات الحل تبع هاي المشكلة إن شاء الله خطوة بخطوة. سامحوني إن الفيديو رح يطول شوي، بس والله العظيم بإيدي خطوات، أنا تحملت معي 3 أيام لحتى ساويتها وزبطتها، بس أنا رح أختصركم إياها هلأ قدر الإمكان بهذا الفيديو، تمام حبايبي. يلي عم يتابع الفيديو عندي جديد بالقناة، إذا سمحتوا اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى الناس تستفاد منه، تمام حبايبي. يلا خلينا نبلش. تفرجوا يا جماعة، كل ما فوت على حسابي بدي ضبط الموضوع تطلع لي هي الرسالة، يتعذر طريقة إضافة طريقة دفع، تم تعليق حسابك. تعقدت من الموضوع، تعقدت يعني، فوت لحتى أضيف الحساب يقول لي إنه في مشكلة بحسابك. استغربت، يعني كله تمام، يعني ما في أي مشاكل، فشو الشيء يلي معصلج الموضوع؟ ما عم بعرف، فتت للاقي حلول ما في. آخر شيء لحتى توصلت أني أتواصل مع شركة يوتيوب وشركة جوجل أدسنس، تواصلت معهم، تمام. رح أورجيكم هلأ كيف تواصلت معهم وكيف بتحسنوا تتواصلوا معهم. هلأ هنا في طريقتين، الطريقة الأولى بتتواصلوا عن طريق جوجل أدسنس، والطريقة الثانية بتتواصلوا معهم عن طريق شركة اليوتيوب، تمام. فهلأ رح أورجيكم طريقتين أنا لحل هي المشكلة إن شاء الله. وهلأ رح أورجيكم الرسالة يلي كانت عم تطلع لي، كل ما بتدخل رقم الحساب والاسم والمعلومات بيجي بدي يقول له انه يحفظ المعلومات، يطلع لي رسالة. استغربت من هالرسالة، فتت على جوجل، شفت الموضوع، الحل كان معقد بصراحة. فرح أورجيكم هلأ الرسالة، بعدين حورجيكم شلون الطريقة اللي عملناها. هلأ بعد ما تكبسوا على كلمة إضافة طريقة دفع، تمام، بفوتكم على هاي الصفحة. هون أول شيء فوق عم يقلنا حطوا اسم الحساب، اسم صاحب الحساب، وتحت رقم الحساب اللي هو الإيبان، وتحت الرقم الثالث اللي هو بيجي PHC. سامحوني انه موجود هون بالألماني، بس القصة كتير كانت يعني كتير كنت مشلوش فيها، فعم بشتغل كنت بموضوع هيك، فمحطوط بالألماني. هون انا حطيتها للمعلومات كلها، بعدين تحت فرجوا هون مطرح محاطة سهم، حاطط لي المشكلة اللي عم تطلع. المشكلة اللي عم تطلع انه ليكو مكتوب OR شخطة
اي اي ها شخطة 01. هاي فتت بحثت عن الموضوع، ما بعرف، موضوع معقد. هلا رح نبلش سوا ورجيكم شلون الطريقة تبع الحل تبع هاي القصة. بس يعني الرسالة هي مشان شو طلعت؟ طلعت انه عم يطلبوا مني ابعت لهم وثائق تانية. انا بعت لهم وثائق بس هن بدهم تأكيدات اكتر انه انا صاحب الحساب، بدهم يشوفوا الحساب، وبنفس الوقت بدهم ابعت لهم اقامتي مرة تانية، وبعت لهم ورقة تثبت انه اقامتي انا معي من قبل 90 يوم هاي بالاقامة. تمام؟ فهدول الوثائق اللي كانوا طالبينها، ولهذا السبب عم تطلع لي هي الرسالة كانت. تمام؟ يلا خلينا نبلش ونشوف شو الحل تبع هاي المشكلة. هلا اول شغلة لازم نساويها، لازم نفوت على الرابط. هلا الرابط انا رح حاطط لكم اياه بالوصف. تمام؟ هذا الرابط بس تكبسوا عليه بيوديكم على خدمة المساعدة بجوجل ادسنس. تمام؟ رح اورجيكم هلا خطوة بخطوة، بس تكبسوا على الرابط شو بيقول لكم. نكبس على الرابط وبيعطيكم خيارين، ممكن تفتحوا على سامسونج انترنت ولا على كروم. بتقولوا له ما نفتح على كروم، نكبس عليها، فتح. هلا فرج وفتح عندي هون، حاطين لك مساعدة جوجل كيف يمكننا مساعدتك. ننزل لتحت، لحنا شوفوا شو حاطين. انه المشكلة عندك انت بشو؟ باليوتيوب، بالجيميل، بحساب جوجل، بجوجل كروم. مثل ما كنتم شايفين ما راح طول عليكم، حاطط لكم كل الخيارات يلي موجودة عندكم. يعني انتم مشكلتكم وين؟ نحن مشكلتنا هلا مع ادسنس بحساب جوجل ادسنس. فبنكبس هون، عندنا شايفين جوجل ادسنس، نكبس عليها. تمام. هلا هون فتحنا على هي الصفحة. بعد ما يفتحنا على هي الصفحة هون حاطط لك حط وصوف المشكلة تبعك هون. نحن ما بدنا هون، ننزل لتحت آخر شيء. تمام؟ عنا هون اتصل بنا، شايفين؟ اتصل بنا، اخبرنا بالمزيد لكي نتمكن من مساعدتك، نكبس عليها. تمام؟ بعد ما نكبس عليها، نحن المشكلة اللي عنا شو هي؟ حكيناها المشكلة اللي عنا اللي هي هي OR شخطة EAH شخطة 01. هي المشكلة اللي عم تطلع عنا. تمام؟ فنحن بنكتب المشكلة هون، نكتبها هون، بعدين بالعربي بنحط فينا نضيف يعني هون من فضلكم. احتاج مساعدة لحل هذه المشكلة. تمام؟ بس تحطوا على هاي، بعدين تعطوه التالي، بيقوم هو بيعطيكم خيارات هون، عملكم خيارات من المشاكل انه بشو؟ فواتير الضريبية، تعذر اجراء الدفع، تعديل الملف الشخصي، تبديل اعداد، تعليق الحساب، غير ذلك. منحط له غير ذلك. تمام؟ لانه المشكلة بدناها هون مو كاتبينها، فبنقول له نحن هون غير ذلك. تمام؟ بعدين بنعطيه الخطوة التالية. هون عم يقول لنا انه خيارات، عطينا خيارات لحل المشكلة. ما لقينا نحن خيارات، بنكبس على الخطوة التالية. هون شوفوا شو عم يقول لنا هون. عم يقول لنا هون بتحب تعمل معنا محادثة هون نتحادث معك نحل المشكلة، ولا بتحب تبعت عن طريق البريد الإلكتروني نتواصل معك عن طريق البريد الإلكتروني. انتوا لا، شو بتساووا؟ بتكبسوا هون على المحادثة. تمام؟ بس تكبسوا على كلمة المحادثة بيقوم فورا بينقلكم هاتف او البريد الالكتروني المناسب يرجى الاتصال بمراسلتي عبر البريد الالكتروني، بتخلوه على عبر البريد الالكتروني. تمام؟ واذا بدكم تضيفوا رقم تليفون بتضيفوا هون انه يتواصلوا معكم على طريق التليفون، بتحطوا رقم تليفونكم هون والرمز تبع البلد. بس الافضل خلي الموضوع على الايميل احسن، انه بيبعثوا لكم روابط على الايميل، يعني بيصير الحل عن طريق الايميل. تمام؟ بعدين هون بتحطوا ملخص المشكله، بتكتبوا المشكله انه حاولتوا ادخال طريقه دفع لحسابي لكن تظهر لي مشكله كذا وكذا وكذا، وتحطوا المشكله اللي هي OR شخطه EAH شخطه 01، وبتقول لهم بعدين ارجو المساعده. تمام؟ بالاضافه بامكانكم انتم انكم
تضيفوا تاخذوا سكرين شوت للمشكله عندكم، شو المشكله عم تطلع عندكم وعم تحاولوا تدخلوا الحساب، تعملوا سكرين شوت وبتعملوا له اضافه من هون. ليكو حاطيكم اختيار ملف، بتحطوا اضافه بفوتكم على ملف الصور وتحطوا الصوره تبع المشكله الايرور اللي عم يطلع عندكم، بعدين بتعطوه ارسال. تمام، بس تعطوه ارسال اذا كان في محادثه، حدا موظف محادثه متاح انه يحكي معكم، يطلع فورا محادثه، تحكوا مع الموظف بيحكي معكم، بيقولكم اهلا وسهلا تفضلوا، شو المشكله، شو المحسن نساعدكم، بتقولوا له مشكله كذا وكذا. اذا ما كان في حدا من الموظفين موجود ومتوفر، يبعثوا لكم ايميل على ايميلكم بحل المشكله تبعكم. تمام، انا رح اورجيكم هلا المحادثه اللي جرت بيني وبين موظف بشركه اليوتيوب، لانه حاولت اتواصل معهم على ادسنس ما حسن اتواصل معهم، فتواصلت مع جوجل شركه يوتيوب عن طريق كمان نفس الطريقه المحادثه. هلا رح احط لكم اياها بتشوفوا كيف كمان ممكن تتحادثوا معهم مشان يتواصلوا مع بعض ويحلوا لكم المشكله. تمام، هلا بعد ما تعملوا هاي القصه انتم كلياتها هاي، هلا حورجيكم شو بيجيكم ايميل من شركه جوجل ادسنس. تفرجوا هلا، بعد ما بعثت الطلب انا ثاني يوم وصلني رساله من هن خلال 48 ساعه، بيقولوا خلال 48 ساعه بيبعثوا لك رساله مشان يحلوا لك المشكله ويقولوا لك شو المشكله. وصلني انا ثاني يوم رساله، نشكرك على تخصيص الوقت اللازم لارسال المعلومات كي يتم اثبات صحتها، لا يمكنك استخدام المستند الذي ارسلته لاثبات صحه تفاصيل حسابك، وعليك اعاده ارسال المستند باستخدام النموذج الامن هنا. نطلب منك على وجه التحديد ارسال مستند لاثبات العنوان يعود تاريخه الى اخر 90 يوم. تمام، يعني شو المشكله كان عندي انا، وصلني البين كود، وصلني كل المعلومات واموري كل النظاميه، وارسلت لهم انا الصوره عن الاقامه تبعي، بس بعد ما شافوها شافوا انه الاقامه تبعي محطوط عليها تاريخ اصدارها لامتى، بس مو حاطين انه امتى انا اعطوني اياها الاقامه، فطلبوا مني اثبات للاقامه انه انا لازم ابعث لهم وثائق تثبت انه انا هاي الاقامه موجوده معي من قبل 90 يوم، يعني مو جايبه انا مثلا مزوره او كذا او شيء، فبدهم اثبات انه هاي الاقامه انا موجوده معي من قبل 90 يوم. فانا شو ساويت، انا عندي اثبات، حطيت الاثبات، هلا بورجيكم كيف بعثت لهم الاثبات. فبعد ما يجيكم الايميل انتم شو عم يقولوا لكم هون، عم يقولوا لكم هلا انه لازم تضغط على هذا الرابط مشان تفوت وتبعث لهم المعلومات، عم يقول لك من هون حصرا. تمام، هلا رح اضغط على الرابط لورجيكم شو اللي طلبوه مني. عم يطلبوا مني وين بدي افتح، كما العادة على جوجل كروم. اتفرجوا، بعد ما انا فتحت على ضغطت على الرابط، تفرجوا وين اخذني، اثبات ملكية حسابك. تمام، لم نتمكن من تحقيق بعض المعلومات في حساب جوجل ادسن تابع لذلك، ما رح اطول عليكم بالشرح كتير. هون كاتبين لي لإعادة تنشيط حسابك يرجى توفير المعلومات والمستندات الواردة أدناه، ومن المهم أن يتضمن حقل البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك الذي تم تعليقه. يعني أنتوا وين المشكلة عندكم بجوجل أدسنس، بحساب جوجل أدسنس، بتعملوا هذا الموضوع أنه بتكونوا حاطين الإيميل تبع جوجل أدسنس تبعكم. فرجوا طالبين مني، فرجوا ليش علقوا لي الحساب ووقفوه. طالبين مني بطاقة تعريف صادرة عن جهة حكومية، صورة الإقامة تبعي أو الجواز اللي أنت بعتوا لهم أو شيء، وكاتبين لي مستند مثل كشف حساب مصرفي أو فاتورة خدمات تظهر فيها اسمك وعنوانك وإقامتك. يعني بدهم كشف حساب من البنك تبعي أنا يثبت لهم أنه أنا هذا الحساب اللي بدي دخله على جوجل أدسنس، هذا حسابي وأنا فايت عليه وداخل منه دفعات وهالقصص هي كلياتها. تمام، يعني بدهم كشف حساب من البنك أنه هذا الحساب إلي أنا صاحبه وفايت عليه دفعات طالع منه دفعات. تمام، وحاطين لي كمان مثل ما ورجيتكم انه بدهم الاثبات تبع انه يكون انا محطوط عندي اثبات انه انا الاقامه موجوده معي من قبل 90 يوم. تمام، فهذول الثلاثه طالبين مني. انا شو لازم اسوي بقى هلا هون قبل ما اروح لتحت، كاتبين لكم بعد ارسال مستنداتك وسنتواصل معك عبر بريد الكتروني بعد اثبات صحه المعلومات التي ارسلتها. اثناء تحقق معلومات قد يتعذر عليك اجراء عمليه دفع او شراء، وقد يتم ايضا تعليق خدمات جوجل التي تستخدمها مؤقتا. يعني هلا موقف لك حسابك تبع جوجل، لا تشتري ولا تعمل ولا تسوي شيء عن طريق جوجل لحتى بس نتاكد من حسابك اللي انت بعثت لنا. هلا خلينا ننزل لتحت ورجيكم شو المعلومات بتعبوها. حاطيكم هون بتحط الاسم، الاسم الاول اللي هو اسمك الاول، بعدين اسم العائله مثل ما شايفين،
هون قايل لك بتحط العنوان البريد الالكتروني تبعك تبع اللي انت عامل عليه جوجل ادسنس، تمام، وهون كاتبين لك انه البريد الالكتروني الثانوي، يعني انه تحط بريد الكتروني ثاني مثلا انه يتواصلوا معك عليه، هذا مو مشكله عادي، ما فيك تحطه. وهون هي مهمه جدا، يرجى اختيار خدمه جوجل المتاثره بالمشكله. يعني شو المشكله انت اللي عندك بجوجل، نكبس عليها، حاطي لك هون تطبيقات جوجل بلاي قصص كذا، ما راح طول، نحط له دغري ادسنس ليك. هون عم يقول لك معرف الملف الشخصي لحساب الدفعات، لازم تحط الرقم المعرف الشخصي تبع الدفعات. هذا منين بنجيبه؟ رح اقول لكم منين نجيبه. نطلع من هون، بنفوت على جوجل ادسنس، بنحط على اول وحده هون انميلدونج جوجل ادسنس، بالعربي بتكون تسجيل دخول على جوجل ادسنس. مهم جدا نحط عنا هون على هدول ثلاث نقاط اللي فوق، نكبس عليه هون، بنحط على ديسكتوب ويب سايت اللي هو سطح المكتب، تمام. بعد ما حطينا على هاي، طبعا بنكون كبسنا على ثلاث خطوط لهنا هون، وحطينا على الدفعات، هون بينقلنا على هاي الصفحة، تمام. في عنا هون كلمة لك إدارة الإعدادات، شايفينها إدارة الإعدادات، نكبس عليها. في عنا رقم ليكو، هذا اسمه رقم تعريف الملف الشخصي للدفع، شايفينه هذا الرقم، هذا الرقم يلي هون بنعمل له نسخ، بننسخ هذا الرقم بنعمل له نسخ هيك، بنحدد عليه، شايفين بنحدد عليه للرقم. بعد ما نحدد عليه للرقم بنعمل له نسخ كوبي، ناخده بنسكر هاي بقى تبع جوجل، بنسكرها وبنرجع بنجي لهون، تمام، وهون بنعمل له لصق، شايفين بنعمل له لصق. هون لصقنا الرقم التعريفي تبعنا. بعد ما نعمله لصق بننزل لتحت، هون عم يقولوا لي بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، يعني مثل ما حكينا لازم تبعت رخص، هي حاطة لك شو لازم تبعت. معلش سامحوني انه انا عم طول، بس والله مو بايدي، يعني شوفوا الشرح بده شرح، ما فيني اختصره، فانتم ملاحظين علي يعني بحكي بسرعة، انا ما بدي طول عليكم. المهم حاطين لك هي لازم تبعت، هدول الشغلات لازم تبعتهم انت، تمام. بالاضافه بننزل لتحت، عم يقول لك هون لازم الصوره تكون واضحه وهالامور كلياتها هي، وما تكون مصوره تصوير فلاش، انه عليها فلاش، بدها تكون صوره واضحه. الافضل انه تصوروا الاثبات وتبعتوه وتحولوه ملف بي دي اف، لا تبعتوا صوره ما بينقبل، تبعتوه ملف بي دي اف، تمام. بعد ما انتم تنزلوا هون تختاروا الصوره من هون، تعملوا هون اختيار الملف، بتنزلوا الملف عندكم هون. بعد ما تنزلوا الملف عملوا لكم هون، هل يظهر العنوان المنزل على الجهة الأمامية من بطاقة الهوية؟ إذا كان العنوان تبعك ظاهر على صورة الهوية أو الإثبات اللي بعته أنت بالصفحة الأولانية، إذا كان ظاهر بتقول له نعم، إذا كان لا بتقول له لا. إذا قلت له لا، شو بيقول لك؟ لا. هلا هون قلت له لا، أنا نزلنا لتحت، شو قال لي؟ قال لي هل يظهر عنوان المنزل على الجهة الخلفية من بطاقة التعريف ويتضمن رقم كذا وكذا وكذا، شايفين حاطين لي مثل انه هذا الاثبات، تمام. فاذا كان موجود هذا الموضوع كلياته بتقولوا له نعم بالصفحة الخلفية، بتقولوا له نعم، بس قولوا له نعم، فرجوا لكم يعطيكم هون يرجى تحميل نسخة عن الجهة الخلفية من بطاقة التعريف، تمام. بتفوتوا لهون انتوا بقى بتكونوا مصورين الصفحة الورانية تبع الهوية او الجواز او الشيء اللي انتوا بعتوه، يكون عليه العنوان اللي لازم يكون عليه العنوان، تمام. بعدين بتحطوا هون إضافة، وبعدين هون بتعطوه إرسال. بس تعطوه إرسال بيعطيكم هاي الرسالة، هلا حورجيكم إياها. هاي هي الرسالة هون، بيعطينا تم إرسال رسالتك الإلكترونية، تمام، شكرا على مراسلتنا. هيك بهالحالة بنكون أرسلنا الوثائق يلي طلبوها منا، تمام. هلا لورجيكم المرحلة يلي بعدها بنعملها إذا ما ردوا علينا بجوجل ادسنس. المرحلة الثانية بنعملها هي بنراسل اليوتيوب. هلا حورجيكم كيف انا راسلت اليوتيوب وصارت المحادثة مع بعض. هلا بنفتح على قناتنا بجوجل كروم، شايفين هون قناة بجوجل كروم. بعدين لازم نكبس على كلمة اشارة الاستفهام اللي فوق هي هون. بعدين لازم نحط على التواصل مع فريق دعم منشئي المحتوى يوتيوب.
بعدين هون عم يقولوا لنا انه التواصل مع فريق دعم منشئي محتوى يوتيوب. ننزل لتحت شوي، عندنا هون الدردشه والبريد الالكتروني. نحن لازم نكبس على الدردشه. بعد ما نكبس على الدردشه بنختار اللغه اللي بدنا اياها هون. شايفين اي لغه بدكم اياها هون بتلاقوا موجوده. رح نختار عربي نحن هلا، تمام، المحادثه عربي. بعد ما نختار العربي هون عم يطلب منا نحط له عنوان URL. هذا العنوان تبع الـ URL من وين منجيبه؟ هلأ رح أورجيكم من وين منجيب عنوان الـ URL، تمام؟ هلأ لازم نفوت على اليوتيوب تبعنا، نكبس هون، بعدين منفوت عليه من قناة اليوتيوب، ليكم شعار اليوتيوب، تمام؟ منفوت عليه من هون، بعدين منحط على هاي الصورة، شايفين الصورة اللي هون اللي كان موجودة؟ نكبس عليها، بعدين منحط على قناتك، نفوت عليها، بعدين منكبس على هدول ثلاث نقاط اللي موجودين عنا فوق، شايفينه؟ بعدين منحط مشاركة، بعدين منعمل نسخ، شايفين هاد؟ نسخ. هيك منكون نسخنا الرابط تبع القناة تبعنا اللي هو الـ URL، هذا بسموه URL، قناة الرابط تبع القناة تبعنا، تمام؟ هلأ لازم نرجع على الخطوات اللي كنا عم نمشي فيها هنيك. هلا رجعنا على الصفحة مشان نعمل له لصق للرابط يلي نسخناه من القناة تبعنا. هلا نعمل له هون نحن لصق، شايفين؟ بعدين لازم نكبس له بدء الدردشة. بس كبسناها تفرجوا هلا شلون بيعطيني تحت في محادثة بتفتح عندي. تفرجوا شلون فتحت محادثة عندي هون. هلا شو كتب لي هو؟ تفرج وكتب لي، كتب لي مرحبا اسمي احمد، كيف حالك اليوم؟ على فكرة كان الاخ احمد كتير كتير شخص محترم ومتعاون جدا جدا بصراحة. فكتبت له انا اهلا وسهلا بك اخي، انا بخير. فهو رجع على بيكمل المحادثة معي وبيقول لي انه تفرجوا هلا انت شوفوا المحادثة، تفرجوا كيف يمكنني مساعدتك. فانا شرحت له الفكرة، قلت له انه عندي مشكلة كذا وكذا وكذا، رح اختصر لكم شوي الوقت لقدام. كتبت له هون انه عندي مشكلة بجوجل ادسنس، وقت انا بدي اضيف حسابي عم يطلع لي مشكلة، وبعدت له صورة عن المشكلة، ليك هاي الملف بالصورة بعدت له اياه، لانه هون بتحسن تضيف صورة، تعمل سكرين شوت تبعت له صورة شو المشكلة عم تصير عندك. كتب لي هون هو يؤسفني سماع انك تواجه صعوبات مع جوجل ادسنس والقصص هي، تفرج المحادثة. سأتحقق من الأمر، أرجو منحي بضع دقائق لحتى شوف الموضوع برجع لك. أنا قلت له أوكي أنا بانتظارك. استنيت الموضوع شوي، هون هلأ هو رجع قال لي شكرا على الانتظار، أحتاج إلى تصعيد الأمر إلى فريق المختص، تمام؟ هل يمكنك التواصل مع عبر الإيميل؟ يعني فيني تواصل معك عن طريق الإيميل؟ فقلت له نعم لا مشكلة تواصل معي على الإيميل. فسألني تواصل معك على هذا الإيميل ولا في عنوان تاني، تمام؟ فأنا كتبت له قلت له لا تواصل معي على العنوان الإيميل تاني إذا سمحت مشان نحل هذا الموضوع، تمام؟ فهو هلا شوفوا شو بيكتب لي آخر شيء. هون كتب لي إنه سيتم التواصل معك عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة. خلال 24 ساعة راح يتواصل معي عن طريق الإيميل إذا في شيء مستجدات أو أمور تانية بدنا نعملها، تمام؟ فما كذب خبر والله، بعد 24 ساعة بعت لي ايميل. هلا بورجيكم الايميل يلي بعت لي اياه، وعم بيقول لي فيه انه تم التواصل مع المختصين وتم حل المشكلة. فهون كان عم يقول لي انه تواصل معك عن طريق الايميل هذا اللي عم تحكي معه ولا ايميل ثاني، فانا لا قلت له انه بدي اتواصل معك عن ايميل عن طريق ايميل ثاني. بعدين شكرته قلت له نعم اشكرك على الدعم واتمنى ان تحل المشكلة، تمام؟ ما راح اكمل الموضوع لانه لسه طويل. هون تشكرته وانتهت المحادثة. وتاني يوم فرج شو اجاني، شايفين؟ اجاني هذا الايميل عم يقول لي فيه مرحبا اخي، اتمنى ان تكون بخير، شكرا على تواصلك مع فريق دعم يوتيوب، يسعدني بخصوص اضافة طريقة دفع في حساب ادسنس، لقد حللنا المشكلة، يرجى محاولة اضافة طريقة الدفع المطلوبة من جديد بعد 48 ساعة، تمام؟ فهون وصلتنا رسالة انه مشي الحال ان شاء الله. انا وصلتني الرسالة هي كان عندي يوم
جمعة، فهن بيكونوا يوم السبت والأحد معطلين، ما يعني بتفوت أنت لا تحاول تعمل شيء يكون لسه الإعدادات ما تغيرت، لأنه بيكون في عطلة سبت وأحد عندهم. تمام حبايبي، هاي كان حل المشكلة تبع هذا الموضوع. إن شاء الله أكون فدتكم بالموضوع، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. سامحوني إني طولت، بس مثل ما شفتوا تعليمات كتيرة فلازم، وأنا كتير مستعجل بالموضوع كنت يعني. إذا كنتوا جداد بالقناة عندي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن مشاهدات. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.